القاعدة الثالثة يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقة. القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية. طيب، قبل ما ندخل في القاعدة، يقول الألف واللام الداخلة على الأوصاف، الأوصاف جمع وصف، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها. فالألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس، وسيمثل المؤلف رحمه الله لكل من الأوصاف وأسماء الأجناس، تفيد الاستغراق، يعني تفيد ثبوت كل ما دل عليه اللفظ وكل ما يندرج تحته وينطوي في ظله. يقول رحمه الله: بحسب ما دخلت عليه، يعني على قدر، حسب هنا معنى بقدر وبعدد، بقدر ما دخلت عليه، يعني على حسب ما يحتمله اللفظ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة. نعم. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان، فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. هذا تمثيل لدخول الألف واللام على الأوصاف، قوله مثل قوله، هذا تمثيل للأوصاف. نعم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني إلى نهاية الآية. الآية تضمنت اسما وخبرا، فالأسماء المذكورة هي الأوصاف: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمتصفون بهذه الأوصاف موعودون من الله جل وعلا بهذا المن وهذا الفضل، وهو أنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناولته من معاني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق إلى آخرها، يعني مما جاء ذكره في الآية، وأن بكمال هذه، فكل ما يتضمنه معنى الإسلام يدخل في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. كل ما يتضمنه معنى لفظ الإيمان يدخل في قوله: والمؤمنين والمؤمنات، وهلم جر إلى نهاية الأوصاف المذكورة في هذه الآية. نعم. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. وهذه فائدة جليلة عظيمة، استحضرها في كل فضل ورد على وصف، فكل فضل ورد على وصف فلك من الفضل والأجر الموعود بقدر ما معك من الوصف المذكور. فالآن الله جل وعلا يقول هنا بعد ذكر الأوصاف: أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. معلوم يا أخواني أن المسلمين والمؤمنين والموصوفين بالصفات في هذه الآية تختلف درجات تحقيقهم لهذه الأوصاف، فمنهم من إسلامه قوي ومنهم من إسلامه دون ذلك، منهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه دون ذلك، منهم من قنوته قوي ومنهم من قنوته دون ذلك. فهل هؤلاء على مرتبة واحدة ودرجة واحدة في الثواب المعد أو في الثواب المذكور؟ الجواب لا. كيف التفاوت؟ التفاوت بينهم بقدر ما معهم من تلك الأوصاف، فبقدر ما معك من كل صفة بقدر ما يحصل لك من الفضل المذكور في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا في كل أمر، ليس فقط في هذه الآية. مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات المكتوبات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وذكر أيضا من الفضل أنه إذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء. كل هذه الفضائل المذكورة لك منها أو نصيبك منها بقدر ما معك من تحقيق الوصف الذي رتب عليه الأجر، سواء بسواء، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور ألا يقتصر على الحد الأدنى من هذه الأوصاف، بل يجب عليه أن يسابق وأن يسارع إلى تحقيق أعلى وغاية كمال يستطيعه. وإذا علم الله منه الصدق
بلغه الله عز وجل ما يرغب من خير وإن كان قد قصر عمله. والعلة في هذا، العلة في أن الأجر على قدر الوصف، أن الأجر الذي ذكر بعد وصف حقيقته كالعلة للحكم، كالعلة للحكم. والعلة للحكم معلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قوة وضعفا. وهانتبه لهذه، احنا نعرف أن وجودا وعدما كثير من إخواننا يعرف هذه القاعدة، لكن قوة وضعفا تخفى على كثيرين، فهي كما أنها تتفاوت في الوجود والعدم كذلك تتفاوت في القوة والضعف. نعم. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. طيب، الشاهد من هذا المثال أن الألف واللام لما دخلت على هذه الأوصاف، المسلمين، المؤمنين، القانتين، الخاشعين، الصابرين، الصادقين، الصائمين، المتصدقين، الحافظين لحدود الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الحافظين لحدود الله والحافظات، أفاد إيش؟ أفاد ثبوت كل ما تتضمنه هذه الأوصاف من المعاني على تفاوت درجات الموصوفين بها. هذا وجه الدلالة من هذه الآية للقاعدة. نعم. يقول: وكذلك مثل قوله تعالى، هذا مثال لأسماء الأجناس، وقال في القاعدة الألف واللام الداخل على الأوصاف وأسماء الأجناس، مضى التمثيل للأوصاف والآن يمثل لأسماء الأجناس. نعم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام لجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر يعني به في كتاب الله وكلامه جل وعلا. نعم. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في معنى القرآن تعتبر به يعني تتعظ، يتعظ بها وينتفع منها في الأسماء الحسنى. نعم. فإن في القرآن منها شيء كثير، وهي أجل علوم القرآن. الله أكبر. أجل علوم القرآن، لأن أعظم العلوم العلم بالله عز وجل، وإنما جاء القرآن ليعرف الناس بربهم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا عرفوا ذلك، أي عرفوا حق الله جل وعلا وحق رسوله الذي هو فرع عن حق الله عز وجل، يترتب بعد ذلك أحكام الشريعة. المهم أن أعظم المعلومات العلم بالله جل وعلا، لأنه الذي تطمئن بذكره القلوب وتسكن، والذي لا قرار للنفس إلا بمعرفته سبحانه وتعالى، ومعرفته فطرية، وهذا من رحمته بعباده أن فطرهم على معرفته وطلب التعرف عليه. لكن لا سبيل إلى المعرفة بالله عز وجل وكمالها إلا من طريق الرسل. ولذلك كل من سلك طريقا يتعرف به على الله عز وجل غير طريق الرسل فإنه لا يصل إلا إلى ضلال، ولا يحصل إلا خبالا. فالواجب على المؤمن أن يقتصر في معرفة الله ورسوله، في معرفة الله جل وعلا، على ما جاءت به الرسل. ومن أعظم ذلك ما احتواه هذا الكتاب المبين القرآن العظيم، فإنه عرف بالله أكمل تعريف. حتى إن ابن القيم رحمه الله قال: إن الرسل قد جاءت بتعريف الله حتى إن الإنسان ليكاد من شدة ما ورد من الأوصاف أن يراه عيانا، فيراه جل وعلا مستوى على عرشه، يبسط ويقبض، يرفع ويخفض، وما إلى ذلك مما ذكره رحمه الله في مدارج السالكين. المهم أن تمام المعرفة بالله عز وجل تحصل للمؤمن من طريق إيش؟ من طريق الرسل. وأعظم ذلك
هذا الكتاب المبين. نعم. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله، وأنه الملك والعليم والحكيم العزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها. يؤله يعني يعبد. وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله. وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وله الملك الكامل والتصرف النافذ. وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. القدرية معروفة وهي ما قضاه الله قدرا، والشرعية معروفة، فما هي الجزائية؟ المراد بالجزائية ما يعاقب الله به عباده قدرا وشرعا. قدرا كالعقوبات التي يعاقب الله بها من خرج عن أمره، وأما الشرعية كالحدود وشبهها، هذا معنى الجزائية، فهي عائدة للقدرية والشرعية. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. فهذه القاعدة هي القاعدة الثالثة، قد تقدم الكلام على أولها، وهي قاعدة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس، تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. والشيخ رحمه الله مثل للقاعدتين أو لما تضمنته هذه القاعدة، والآن يمثل للألف واللام الداخلة على الأسماء والأوصاف، ومثل بالألف واللام الداخلة على أسماء الله تعالى. وهذه الأسماء أيها الأخوة مثل ما رأينا أن الشيخ رحمه الله ذكر سعة معانيها في الملك والعلم، ولكل ما ذكره دليل من الكتاب والسنة، ولا يعني أرى أن من المناسب أن نفصل في أدلة ما ذكر، لأن هذا محله كتب العقائد، وإنما مراد الشيخ رحمه الله التمثيل للقاعدة، ومراده بالواجبات والمستحيلات والجائزات هذه هي القسمة العقلية في الوجود، إما واجب أو مستحيل أو ممكن. الواجب هو ما لابد من وجوده، الذي لا يصلح العالم إلا بوجوده، وهو الله جل وعلا. والمستحيل هو ممتنع الوجود، الذي يمتنع وجوده، ومثال ذلك وجود إلهين، هذا ممتنع ومستحيل. والثالث الجائزات، وهو ما يمكن أن يوجد وما يمكن أن لا يوجد، يعني ما يقبل الوجود والعدم، هذا معنى قوله والواجبات والمستحيلات والجائزات، أي أحاط علمه جل وعلا بالواجبات وأحاط بالمستحيلات والجائزات. ثم قالوا الأمور السابقة واللاحقة، ثم قالوا الكليات والجزئيات، أي العلم العام والعلم التفصيلي، خلافا لمن قال إن الله جل وعلا لا يعلم إلا العلم الإجمالي، وأن العلم التفصيلي ليس داخلا في علمه، هذا من الكذب على الله جل وعلا ومن التكذيب بكتاب الله سبحانه وتعالى. على كل إن هذه إن شاء الله يأتي تفصيلها في الدروس إن شاء الله تعالى مستقبلة. نعم. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة. حكمة الله جل وعلا في الخلق والأمر، في التقدير الكوني وفي التقدير الشرعي، فقوله لا يخرج عن حكمته مخلوق هذا في الحكم إيش؟ في الحكم الكوني، ولا مشروع هذا في الحكم الشرعي. نعم. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة،
وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ند من خلقه، وهكذا بقية الأسماء الحسنى. اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. بل أصل معرفة الله معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق، ولن يحصي أحد ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. وقد تكلم الشيخ رحمه الله كلاما نافعا جيدا في تعليقه على المقطع الذي تكلم في النونية على أسماء الله عز وجل، نونية ابن القيم. ومن المفيد قراءة ذلك في كتاب الكافية الشافية، شرح الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن، حيث علق تعليقا مفيدا يزداد به إيمان العبد وانتفاعه بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن هذه الأسماء التي ملئ بها كتاب الله جل وعلا لم تذكر عبثا، ولا لمجرد أن تذكر دون أن يتعبد الله جل وعلا بما تضمنته من المعاني. فمن المهم لطالب العلم أن يعتني بهذا الجانب، لأن أصل العلم العلم بالله جل وعلا، فبقدر علمك بالله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون معك من الإيمان، وبقدر ما يكون معك من السبق إلى الطاعات والانتهاء عن المعاصي والسيئات. وإنما أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى نماذج والتفصيل في شرح الكافية الشافية، فليرجع إليه. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. هذا تمثيل لدخول الألف واللام على أسماء الأجناس. البر من أسماء الأجناس، وكذلك الخير من أسماء الأجناس، والتقوى من أسماء الأجناس، فدخولها على هذه الأسماء يفيد الاستغراق. نعم. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع بالمعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل حتى على النفس، على الناس ومنهم النفس، لأنه لا يجوز التعدي على النفس بأي شيء من أنواع التعدي المذكورة. نعم. والمعروف ذلك قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر، يعني مثل قوله تعالى: وعشروهن بالمعروف. كيف تفسر المعروف؟ تفسره بهذا: اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعادة أيضا، فإن ما عرف حسنه في العادة أو في الشرع أو في العقل فإنه مما أمر به تعالى في مثل قوله: وعاشرهن بالمعروف. نعم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. من يستشعر منا هذا في صلاته؟ أنه إذا قال السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنه يسلم على كل عبد لله صالح في السماوات والأرض؟ قليل منا. وهذا ليس خاصا بهذا الذكر، بل هو في جميع الأذكار. كثيرا ما يقول الإنسان الذكر دون أن يتأمل في معناه، فيحرم خيره وبركته، لأن الخير والبركة المتضمنة في هذه الألفاظ لا تحصل بمجرد النطق بها والتلفظ، بل لا بد من الوقوف على معانيها واستحضارها حتى يحصل الخير. وذكرنا لذلك دليلا
في كتاب الله عز وجل، وهو قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك، فوصفه بالبركة ثم دل على طريقة تحصيل البركة فقال ليتدبروا آياته. نعم، بهذا تكون انتهت هذه القاعدة، وهي قاعدة نافعة مفيدة. نعم.